على وقائع كبيره جدا. اسطوره ليفربول طبعا بنتكلم جيرار بيستلم الاداره الفنيه لاستون فيلا. طبعا تعيين اسطوره فريق ليفربول ستيفن جيرارد مديرا فنيا جديدا لطبعا استون فيلا، يضم طبعا فريق استون فيلا طبعا نجمنا تريزيجيه، نتمنى له ان شاء الله الشفاء العاجل، وهو ان شاء الله بيقترب من العوده باذن الله للفريق وكمان العوده الى منتخب مصر. توصل استون فيلا لاتفاق نهائي مع جيرارد على الاشراف فنيا خلفا طبعا لدين سميث اللي اعلن النادي طبعا اقالته الحد اللي فات عقب الخساره من ساوثهامبتون، وكانت الخساره الخامسه على التوالي. وزي ما حضراتكم عارفين استون فيلا بيحتل حاليا المركز ال 16 في الدوري الانجليزي برصيد 10 نقاط، يمكن بفارق نقطتين بس عن منطقه الهبوط بعد 11 جوله في البريمير ليج. ستيفن جيرارد طبعا حقق كمدرب انجاز كبير جدا مع فريق رينجرز في اسكتلندا، قام طبعا العام الماضي بالفوز بلقب الدوري الاسكتلندي لاول مره منذ 10 سنوات وبدون اي خساره، فكان ده ريكورد هايل طبعا لستيفن جيرارد مع الرينجرز. وطبعا حضراتكم عارفين تحديات كبيره جدا جدا هيمر بيها خلال هذا الموسم مع استون فيلا، لكن هو كمان وجه الشكر ل طبعا مسؤولي استون فيلا على السماح على لمسؤولي رينجرز على السماح لي للخوض طبعا تجربه جديده في البريمير ليج من خلال الاداره الفنيه لاستون فيلا. جيرارد طبعا 41 سنه، لعب اكثر من 700 مباراه مع ليفربول ما بين 98 لغايه 2015، توج بتسع القاب في الانفيلد، طبعا بيتكلم كمان على مستوى الدوري الاسكتلندي، فاز زي ما بقول لحضراتكم السنه اللي فاتت بالدوري الاسكتلندي بدون هزيمه. ستيفن جيرارد كمان اسطوره ليفربول، ويمكن كمان الغريب في الامر ان ستيفن جيرارد يمكن اكتر واحد من لاعبي ليفربول سجل اهداف في استون فيلا، من 27 مباراه سجل 13 هدف. هنشوف يعني مشوار جيرارد مع استون فيلا ازاي في هذا الموسم وخلال الاسابيع اللي جايه. اقترم